مشاهدينا السلام الله عليكم، أهلا بكم في برنامج الـ52، والبداية مع أبرز العناوين. القائد الميداني لكتيبة عمر المختار يقول إن أحاديث مجرم الحرب خليفة حفتر عن الحسم العسكري بعيدة، وأن قواته مدعومة من مصر والإمارات وفرنسا. باراك أوباما ينتقد سياسات زحماء فرنسا وبريطانيا تجاه ليبيا، ويعترف بأنه كان مخطئا في اعتقاده بأن ليبيا ستستفيد من حلفائها في الأمم المتحدة. بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في بنغازي لأسباب إنسانية، وتقول بأن الأسر هناك تواجه نقصا في الكهرباء والغذاء. أهلا بكم. قال حسين الفتوري القائد الميداني لكتيبة عمر المختار إن أحاديث الحسم العسكري من قبل حفتر بعيدة والمعركة ما زالت طويلة. جاء ذلك في تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ثمن الفتوري جهود الثوار وصد قوات مجرم الحرب خليفة حفتر، والتي قال إنها مدعومة من مصر والإمارات وفرنسا وبقايا النظام السابق. الحي صمود الثوار بطيلة هذه المدة القتال أمام الآلة العسكرية المدعومة من مصر والإمارات وفرنسا، نحيي شبابنا. انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما كل من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بشأن سياستهما فيما يتعلق بليبيا بعد انتصار ثورة 17 من فبراير. واعترف أوباما في مقابلة له مع مجلة أتلانتيك بأنه كان مخطئا في اعتقاده بأن ليبيا ستستفيد أكثر من حلفائها في الأمم المتحدة والأوروبيين بعد الإطاحة بالقذافي. وقال: عندما أرجع إلى الوراء وأفكر قليلا فيما حصل، أجد كثيرا من الأشياء يمكن انتقادها بسبب أني وثقت في الأوروبيين. وأضاف الرئيس الأمريكي أوباما أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كان يشيد بالطلعات التي قام بها في الحملة الجوية في ليبيا، بغض النظر عن أن الولايات المتحدة هي من قضت على جميع الدفاعات الجوية للقذافي. جدل كبير أثارته تصريحات باراك أوباما الصحفية حول الوضع في ليبيا وانتقاداته اللاذعة لكل من بريطانيا وفرنسا وتحميلهما المسؤولية عن الفوضى في ليبيا. المزيد في سياق التقرير التالي. جدل كبير أثارته تصريحات باراك أوباما الصحفية حول الوضع في ليبيا وانتقاداته اللاذعة لكل من بريطانيا وفرنسا وتحميلهما المسؤولية عن الفوضى في ليبيا. أوباما قال في تصريح لمجلة ذا أتلانتيك بأنه كان مخطئا في اعتقاده بأن ليبيا ستستفيد أكثر من حلفائها في الأمم المتحدة والأوروبيين بعد الإطاحة بالقذافي، وأضاف أنه كان مخطئا بسبب ثقته بالأوروبيين. تأتي هذه التصريحات تتويجا لتصريحات عدة مسؤولين أمريكيين من بينهم وزير خارجيته جون كيري والمرشحة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون فيما اعتبره مراقبون أنه بداية اهتمام متزايد من قبل الإدارة الأمريكية بالشأن الليبي. التقديرات تفاوتت حول أسباب هذا الاهتمام المتزايد بين من يرى أن هذا مؤشر لخلافات بين الدول الكبرى في تعاطيها مع الملف الليبي، وأن الولايات المتحدة تتوجه للدخول بثقلها لحسم هذا الخلاف، خاصة بعد استياء حليفتها إيطاليا من التدخلات الفرنسية في ليبيا سواء في الجنوب أو شرق البلاد مؤخرا. ويرى مراقبون آخرون أن هذه التصريحات مجرد تصريحات صحفية تدخل في سياق احتدام السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة الأمريكية. وأيا كانت دوافع هذا الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي، يظل السؤال الأكبر هو أين ستضع الولايات المتحدة ثقلها، وكيف سيؤثر دخولها على المشهد المعقد في ليبيا بين أن يزداد تعقيدا أم توجها نحو حلحلة الأزمة الليبية. دعا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا إلى وقف إطلاق النار في مدينة بنغازي لأسباب إنسانية وتوفير ممرات آمنة للمدنيين العالقين في مناطق القتال. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الخميس إنها تلقت تقارير تفيد أن العديد من الأسر عالقة في مناطق القتال في مدينة بنغازي وعلى وجه التحديد في ضحيتي قنفودة والجوارشة، حيث تواجه هذه الأسر نقصا شديدا في الكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية بحسب ما صرحت به التقارير.
أصدر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين بيانا عزى فيه أسر الشهداء الذين سقطوا الأربعاء في بوابة أبو جران. أبو سهمين أكد في بيانه أن المؤتمر الوطني العام مستمر في جهوده عبر رئاسة الأركان العامة وقادة الثوار لاستئصال زمرة الشر والإرهاب واجتثاثهم أينما كانوا حسب نص البيان. يشار إلى أن بوابة أبو جرين شرقي مدينة مصراتة قد تعرضت لهجوم من قبل مجموعات من ما تسمى بتنظيم الدولة خلفت 3 شهداء من أفراد غرفة عمليات المنطقة الوسطى. نعت حكومة الإنقاذ الوطني أفراد الحراسة المنتسبين لقوات درع ليبيا المنطقة الوسطى الذين استشهدوا بعد صدهم هجوما لما يعرف بتنظيم الدولة في بوابة أبو جرين. الحكومة وفي بيان النهي الصادر عنها الخميس أكدت أنها لن تدخر جهدا في مواجهة التنظيم الإرهابي حسب نص البيان. وأكدت حكومة الإنقاذ الوطني على ضرورة التنسيق والتعاون لحرمان التنظيم الإرهابي من إيجاد مكان له داخل ليبيا. وأشار بيان الحكومة إلى ضرورة التعاون والتنسيق من قبل دول الجوار للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي حسب نص البيان. أصدر بعض ناشطي صحة الثورة بيانا وذلك للرد على بيان رئيس الاتحاد من أجل الوطن عبد الرحمن السويحلي. البيان جاء فيه ثناء على ما كان يقوم به السويحلي خلال فترات الثورة مستنكرين ما حدث من اعتداء المطالبين باتخاذ تدابير من شأنها معرفة الفاعل. وجاء في البيان أيضا احتجاجهم على بيان أصدره السويحلي واعتبروه مخالفا للمواد 206 و207 من قانون العقوبات. هذا ويشار إلى أن اعتداء تعرض له مكتب السويحلي في الأيام الماضية كانت له ردود فعل على نطاق واسع. والوطنيين الخلص، أما موضوع حادثة مكتبكم بإمكانكم أن تعرضوا الكاميرات وعندها يعرف الجاني بدلا من التبلي على الشرفاء. ندد متظاهرون في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة الجمعة بمن سموهم مجرمي المال العام الذين يسعون إلى عرقلة عمل حكومة الإنقاذ تمهيدا لتنصيب حكومة البعثة الأممية حسب تعبيرهم. وطلب المتظاهرون المؤتمر وحكومة الإنقاذ ببذل جهود إضافية لوضع حل للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. المظاهرات التي نظمت تحت شعار المصرف المركزي يلعب بالمصير رفعت خلالها شعارات تدعو الحكومة إلى محاسبة كل من ساهم في تعكير صفو حياة المواطن وتعميق الأزمة الاقتصادية. يشار إلى أن ميادين الثورة في مختلف المدن الليبية تشهد مظاهرات للجمعة 86 على التوالي. في وجه المنبطحين تشددت الاشتباكات بالمحور الغربي بمدينة بنغازي السبت بين مجلس شورى ثوار بنغازي وعناصر تابعين لمجرم الحرب خليفة حفتر بعد هدوء نسبي خلال اليومين الماضيين. وأكد مصدر مطلع من مجلس شورى ثوار بنغازي أن قوات المجلس استطاعت أسرع عنصرين تابعين لما يعرف بعملية الكرامة بالمحور الغربي. وأفاد ذات المصدر أن مقاتلي المجلس استطاعوا كسب نقاط تمركز جديدة بالمحور الغربي كانت تحت سيطرة قوات مجرم الحرب خليفة حفتر، مضيفا وجود اشتباكات عنيفة ودعم جوي لقوات عملية الكرامة بمحيط محاور الطلحية، مؤكدا في ذات الوقت سقوط قتلى في صفوف عملية الكرامة بحسب ما صرح به المصدر. يذكر أن مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي قد بسط سيطرته على بوابة الطلحية بعد المواجهات في الأسبوع الماضي. قال مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها إن عددا من عناصر من ما يعرف بتنظيم الدولة قد قتلوا وأن مقاتلي المجلس تمكنوا من أسر آخرين في اشتباكات بمحور الحيلة. وحسب المصدر فإن عناصر من ما يعرف بتنظيم الدولة تركت جثة أحد عناصرها وانسحبت من النقاط التي كانت متمركزة فيها بعد الهجوم الذي شنه مقاتلو شورى المجاهدين وتحالف الثوار. وأشار المصدر إلى أن قوات المجلس في محور الساحل الشرقي في حالة استنفار تام لصد أي هجوم محتمل تزامنا مع الاشتباكات بمحور الحيلة. قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماسيمو داليما إن ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا ظاهرة مستوردة وإن الإسلام في ليبيا معتدل.
وأضاف دراما وهو رئيس المؤسسة الأوروبية للدراسات التقدمية في مؤتمر صحفي للمؤسسة الجمعة إن ما يعرف بتنظيم الدولة ظاهرة غير ليبية وأن الإسلام في ليبيا ليس أصوليا، مشيرا إلى أن التنظيم أصبح يشكل خطرا بسبب ما اعتبره فراغا سياسيا في ليبيا. وصف دراما الوساطة الأممية في ليبيا بالسيئة والاتفاق الذي بنته بالضعيف ولا يخدم أحدا حسب قوله. حماية أكبر للشباب. أدانت منظمة مراسل بلا حدود اعتداء عناصر منتمين لقوة خاصة إيطالية على صحفيين ليبيين الأربعاء في مطار معتيغا أثناء تغطيتهم لنقل جثماني الإيطاليين الذين قتلا في مدينة صبراتا. وذكرت المنظمة في بيان الجمعة إن مراسلا وكالتي ألوشيتد بريس محمد بن خليفة ورويترز هاني عمارة قد تعرضا لاعتداء مادي ولفظي من طرف أفراد وحدة خاصة إيطالية، حيث ضرب هاني عمارة بعنف على وجهه بينما تلقى محمد بن خليفة العديد من الشتائم. وقالت مسؤولة مكتب المغرب العربي بالمنظمة ياسمين كاشا أن الاعتداء على صحفيين وحجب المعلومة التي قامت به السلطات الإيطالية غير مقبول. أفادت وزارة الداخلية والدفاع الوطني في تونس السابت أنه تم إلقاء القبض على إرهابي وحجز سلاحين من نوع كلاشينكوف وسبع مخازن من ذات النوع ببن قردان جنوب شرقي البلاد. وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك لأن عدد الموقوفين منذ الاثنين ارتفع إلى 9 أشخاص. وتظهر أحداث بن قردان مدى الخطر المحدق بتونس من طرف المقاتلين التونسيين القادمين من سوريا والعراق والذين هددوا عدة مرات بنقل الحرب إلى بلدهم تونس. هذا ولا تزال السلطات التونسية تحقق بهجوم الاثنين الدامي، لكن التفاصيل تشير إلى أن أغلب المهاجمين تونسيون ومن أبناء المنطقة مع آخرين تسللوا من ليبيا. رفع عدد من الشباب الإيطاليين في بولونيا شمالي إيطاليا على بوابة ساحة بورتا ماجوري لافتة كتب عليها الحرب مقرفة اعتراضا على نية بلادهم التدخل في ليبيا. ونقلت وكالة ايكا الإيطالية عن هؤلاء الشباب في بولونيا أنه في الوقت الذي تجبرنا فيه الحكومة على التقشف والبطالة تنفق المليارات لخلق الفوضى في دول أخرى لتمويل أمراء الحرب والإرهاب. وأضافوا بأنهم سيبذلون قصارى جهودهم لمنع حكومة رينزي من استخدام الأموال الإيطالية لممارسة القتال في ليبيا وأن إيطاليا ليست حاملة طائرات حلف شمال الأطلسي على حد تعبيرهم. الـ52 متواصلة وتتابعون فيها بعد الفصل. مصرف ليبيا المركزي يرصد مبلغ 2 مليار دولار مخصصة للاعتمادات المستندية الخاصة بالسلع الأساسية والأدوية فقط. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام tanasah tv. أهلا بكم من جديد. قال حسام العول مدير مكتب الأعلام لمصرف ليبيا المركزي إنه تم رصد مبلغ 2 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية والأدوية فقط خلال شهر مارس.
وأوضح العول أنه يتعذر توفير الدولار داخل ليبيا نظرا للحظر الدولي المفروض منذ عام 2013 بعد حادثة سرقة فرع المصرف المركزي بسرت، وأن تغطية الاعتمادات ستكون من ودائع وأرصدة الدولة الليبية بالخارج. واستنكر العول إشارة بعض المحللين إلى أمكانية تحويل هذه المبالغ للمواطنين وأمكانية صرف المرتبات بالدولار بدلا عن ذلك، مطالبا أصحاب تلك الآراء بترك الأمور الفنية لذوي الاختصاص. احتشد جمع من أهالي مدينة مصراتة أمام مقر المجلس البلدي للمدينة في خيمة الاعتصام للمطالبة بإسقاطه. ورفع المعتصمون شعارات منددة بالمجلس البلدي مصراتة وتدخلاته في اختصاص الجهات السيادية في الدولة الليبية، مؤكدين على رفضهم لما قام به المجلس البلدي من مشاركة في حوار صخرات والتوقيع على مسودة الاتفاق، معتبرين ذلك خرقا للأعلان الدستوري والقانون وتعديا على صلاحيات مؤسسات الدولة. يشار إلى أن اعتصاما أمام المجلس البلدي مصراتة بدأ عقب توقيع عميد بلدية مصراتة على اتفاق صخرات، مطالبين بإسقاطه رفضا لهذا الاتفاق وتدخل المجلس البلدي في الشأن السياسي. المعتصمون هنا أنقلتم الصورة، نحن تجار العمالة. قام وفد من حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني وشباب مدينة مصراتة بزيارة لجرحى مدينة بنغازي في مستشفيات المدينة. ورافقت كاميرا التناصح الوافد خلال زيارته لأحد المستشفيات، حيث ذكر أحد أعضاء الوافد للتناصح أن مدينة مصراتة لن تتخلى عن بنغازي ولن تتركها لوحدها في مواجهة مجرم الحرب خليفة حفتر حسب قوله. وأشار الحاضرون إلى أنهم يفندون شائعات التي يروجها البعض بأن مدينة مصراتة لا تستقبل جرحى بنغازي وأنها تقوم بطردهم، مؤكدين على استمرار عاصمة الشهداء في دعم شرارة الثورة بنغازي حسب قولهم. أعلن جهاز المباحث العامة بمدينة مصراتة عن القبض على شخصين داخل المدينة يحملان الجنسية المغربية بتهمة انتمائهما لما يعرف بتنظيم الدولة دون أن يفصح عن تفاصيل عملية القبض على المتهمين. وأضاف معاون مدير فرع الجهاز بمصراتة إسماعيل جمل لأجواء نت الخميس أنهم قبضوا على المتهمين المغربيين عبد الغني باطر ومحمد باطر قبل شهر من الآن. وأوضح الجمال أنهم كانوا ينتظرون انتهاء التحقيقات مع المتهمين كي يقوموا بالأعلان عن عملية القبض. وأشار الجمال إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي يقبض فيها الجهاز على أجانب بتهمة انتمائهم لما يعرف بتنظيم الدولة. وذكر أنهم قاموا بالتواصل مع السلطات السودانية والمغربية والتونسية لترحيل من قبض عليهم إليها. عقد وكيل وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني الدكتور خالد الطالب عقد اجتماعا مع مندوب منظمة الصحة العالمية في ليبيا. الاجتماع تركز على اتخاذ جملة من الإجراءات والتي منها توفير 1.5 مليون جرعة من طعم شلل الأطفال لدعم حملة التطعيمات ضد هذا المرض خلال شهر أبريل القادم. من جهة أخرى تم الاتفاق على توفير مخازن للمنظمة في مدينة طرابلس لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية للاستفادة منها في الأزمات الصحية. هذا ويشار إلى أن ليبيا تعاني من نقص كبير في المواد الطبية والأدوية نتيجة عدم توفر التحويلات المالية خلال العامين الماضيين. دعا الاتحاد الوطني لعمال ليبيا الأطقم الإدارية والفنية والخدمية بشركة الخطوط الليبية إلى إلغاء الإضرابات والاعتصامات التي يعتزمون القيام بها في منتصف شهر مارس الجاري لعدم تنفيذ مطالبهم. وأكد الاتحاد دعمه ووقوفه معهم في مطالبتهم بحقوقهم، إلا أن الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد تجعلنا نعيد النظر في كثير من قراراتنا. وخاطب الاتحاد روح الوطنية في العمال والموظفين مشيرا إلى تضحيات أبناء الوطن في ساحات الحرب من أجل أن تنعم البلاد بالأمن والأمان. نشر مجلس الذهب العالمي تقريرا أورد فيه احتياطيات الذهب في 100 دولة على مستوى العالم. جاءت ليبيا في المرتبة الرابعة عربيا وفي المرتبة 31 عالميا باحتياطي من الذهب وصل إلى 116 طنا و600 كيلوغرام من المعدن الأصفر.
وفيما كان احتياطي ليبيا سنة 1952 صفرا من الذهب، ارتفع بنهاية عام 1968 إلى 76 طنا، ليستقر بعدها عند 76 طنا حتى عام 1980. وتواصل ارتفاع الكميات إلى 113 طنا سنة 1984، واستقراره عند أكثر من 143 طنا في سنة 2000. أكدت شركة هاتي في ليبيا استمرار انقطاع جميع شبكات الاتصال باستثناء خدمة الوايماكس عن مدينتي سبها والجفرة منذ الجمعة الماضية. وقال مدير إدارة الأعلام بشركة هاتف ليبيا جمال السويسي السبت إن قطعا في كابل الألياف البصرية الرابط بين مناطق الجردة والشاطئ وبرغن الشاطئ نتج عنه توقف حركة الاتصالات بمنظومة ZTE. وأضاف السويسي أن عملا تخريبيا أوقف خدمة الاتصالات بشركة هاتف ليبيا وشركة المدار وشركة البيانا، مؤكدا أنه لم يتم إصلاحه حتى الآن. سجل خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسليم إبريل القادم في مستهل تعاملات الجمعة ارتفاعا طفيفا قدره 1.5% مقارنة بختام الجلسة السابقة، فبلغ 40 دولارا و76 سنتا في سوق العقود الآجلة لندن. أما سعر برميل خام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك يرتفع إلى 35 دولارا و23 سنتا في تعاملات الخميس، مسجلا زيادة طفيفة قدرها 18 سنتا مقارنة بتعاملات الجلسة السابقة حسب ما ذكرت المنظمة النفطية من مقرها بفيينا الجمعة. قال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن حطام صاروخ أطلقته طائرة صهيونية قتل طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 10 سنوات وشقيقته في قطاع غزة السبت، وذلك بعد ساعات من إطلاق النشطاء صواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأعلنت قوات الاحتلال أن 7 صواريخ أطلقت على الأراضي المحتلة انطلاقا من قطاع غزة بما في ذلك صواريخ الجمعة، وذلك منذ بداية العام الجاري. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها قتلى جراء الضربات الجوية على غزة منذ شهر أكتوبر الماضي. تمكنت فصائل في المعارضة السورية عفوا من إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام من طراز ميغ 21 في منطقة محردة قرباري في محافظة حماة وسط البلاد. ونسبت مواقع مؤيدة للثورة إلى فصيل جيش النصر أن إسقاط طائرة لقوات النظام في منطقة محردة بريف حماة الشمالي كان بواسطة صاروخ حراري موجه. وأشارت ذات المصادر إلى أن الطيران قفز بمظلاته ونزل في بلدة كفرناز التي يسيطر عليها النظام في المحافظة المذكورة، في حين سقطت الطائرة في بلدة محردة المجاورة. وفي سياق متصل تضاربت الفصائل العسكرية بتبنيها إسقاط الطائرة، حيث أعلن كل من جيش الإسلام وجيش النصر وحركة أحرار الشام المسؤولية عن إسقاط هذه الطائرة. وقبل أن ننتقل بكم إلى الجزء الثاني من الـ52 نذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة. القائد الميداني لكتيبة عمر المختار يقول إن أحاديث مجرم الحرب حفتر عن الحسم العسكري بعيدة، وأن قواته مدعومة من مصر والإمارات وفرنسا. باراك أوباما ينتقد سياسة زعماء فرنسا وبريطانيا تجاه ليبيا ويعترف بأنه كان مخطئا في اعتقاده بأن ليبيا ستستفيد من حلفائها في الأمم المتحدة. بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في بنغازي لأسباب إنسانية، وتقول بأن الأسر هناك تواجه نقصا في الكهرباء والغذاء والإمدادات الطبية. وتابعتم أيضا مصرف ليبيا المركزي يرصد مبلغ 2 مليار دولار مخصص للاعتمادات المستندية الخاصة بالصناعة الأساسية والأدوية فقط. كان هذا الجزء الأول من الـ52، وإلى الجزء الثاني منها مع الزميل عبد الرحمن مرغوم.